طبعا مشاركتنا فيها، نحن عاملين أكثر من شيء سابق حتى وصلنا لهالمرحلة المتقدمة، عملنا تدريبات كتير حتى وصلنا لأنه لهون، وعنا نحن أهداف، نحن بدنا نكون رديف للجيش، نحن أنه نحن بهالعمر ما رح نقدر أنه نبني الوطن غير بكلمتنا، نحن سلاحنا الكلمة، فلهيك نحن حابين نعمل هالماراثون، الماراثون مشان نكون رديف للجيش ورديف للوطن كله. نحن اليوم جايين نأدي ماراثون أطول شعر بسوريا وبالعالم كلياته. إحنا هدفنا نوصل كلمتنا لكل العالم، كلمتنا وصوت الحق لكل سوريا. نحن وقفنا هون رديف للجيش. الحق ألف أهله في الشام وبأهله وجد الوفاء السامي. الحب أزهر في القلوب ولا يرى إلا بذاك الظافر المقدام، ذاك الذي أعطى دروسا للعدا في الحب والإخلاص والإقدام، ذاك الذي أبكى الأحبة فانكوى قلب الأحبة من فراق دام. حبيت أعمل شيء لبلدي، يعني أنا كصبية ما فيني وقف وقول أنا ما بقدر أشتغل، وما فيني أقول إنه أنا بدي بس بالعلم، وحتى أنا عندي نظرة لحضارات الغرب كلها هي حضارات زائلة، لأن كل حضارة مبنية على القتل والدم، ويعني الدم الفساد الدمار كلها هي حضارات زائلة بالنهاية، اللي بيصمد وقريت لساتها صامتي، فهذا أعطانا دافع. الكلمة هي اللي بتصمد، الحضارة هي الإنسان، ونحن يعني جايين نأدي كلمتنا هي للإنسانية كلها. نحن مو اقتصرنا على شعراء سوريين فقط، إنما امتدينا لكل شعراء العالم. سوريا اللي تأذت كتير، احتضنت الكثير من العالم، واللي انعجلنا نحن شعب سوريا بحب ترابة، أقل منا نقدم لها ندافع عنها بطريقتنا نحن، فنكون مثل هالعسكر اللي واقف على الحاجز له 6 سنين بالبرد وعم يصبر، فنحن هون بدنا نصبر 60 و70 وإذا فينا أكثر من الساعات عم نحكي شعر ونلقي شعر إلنا وفي شعراء لشعراء سوريين. نحن دعاة سلام، والكلمة هي سلاحنا، ومنقول للجيش وللجرحى إنه نحن معاكم على طول الخط، لو بالكلمة بنقدر نبلسم جرح، بنقدر نعمل شيء بيخليكم تفرحوا، أو بسمة صغيرة ممكن ترجع تعمر الوطن. داسوا غنائي يا أبي، داسوا غنائي يا أبي، وأدوا الطريق وحاجروا مواسم الألوان، عبروا عباب الروح، صعدوا الدخان، شقوا أنفاس الحجر على صلاة الجرح، نخب تشرد الموتى، شلوا جناحي يا أبي، شلوا جناحي يا أبي، ما من غمام عابر يجتاح حزن مدينتي ويخرس الحريق. هذه دمشق، هذه دمشق، وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح، هنا جزوري، هنا أرضي، هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح؟